منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011 نرى أصوات النساء تتعالى للمطالبة بالحرية والحياة الكريمة، ومع ازدياد تردي الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة نرى أصوات النساء تتعالى في السويداء للمطالبة بأبسط حقوقهن وهي العيش وعيش حياة كريمة. وإننا في مجلس المرأة السورية نؤكد تضامننا ووقفنا مع المرأة السورية أينما وجدت على كافة الجغرافيا السورية، ونطالب منظمات المجتمع الدولي ومنظمات المرأة بالوقوف مع النساء السوريات أينما وجدوا. اليوم الاحتجاجات اللي بمناطق السويداء والمناطق حكومة دمشق للحل السياسي اللي لازم يكون جديد لهي المناطق، اليوم الفكر اللي عم تتمسك فيه حكومة دمشق هي حكومة القمع، حكومة اللي لسه لليوم متمسكة بهي الذهنية اللي ما قبل 2011. طبعا هي الذهنية ما رح ترجع تنعاد بهي المناطق، لأنه اليوم الاحتجاجات عم تطلع مو احتجاجات للاقتصاد، لأنه الاقتصاد هو اقتصاد عالمي. اليوم الاقتصاد اللي عم يصير على الشعوب هي عالمية، ولكن اليوم تغيب السياسات اللي موجودة بهي المناطق عم تخلي أنه اليوم الاحتجاجات تزيد. اليوم بدهم حل أو بديل لهي الاحتجاجات، فأكيد مشروع الإدارة الذاتية، مشروع الأمة الديمقراطية هو المشروع الأنسب لحتى يكون متكامل في السياسات اللي موجودة هناك، أو السياسة الأساسية والبديلة للحل لمناطق سوريا بأكملها. ثورة السويداء هي استمرارية للثورة التي قامت في 19 تموز، وتؤكد على أن لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا إلا عبر حوار سوري سوري، وأن يكون هناك دولة سورية لا مركزية تشاركية ديمقراطية، وهذا يتطابق بشكل كامل مع أهداف ومبادئ حزب سوريا المستقبل. لذا نحن في حزب سوريا المستقبل نبارك ونهنئ لشعبنا في جبال العرب، ونقول لهم نحن معكم بكل إمكانياتنا لبناء سوريا جديدة لا مركزية تحقق فيها مطالب كل مكونات الشعب السوري. منذ أن